أنني سأتوجه إليكم مباشرة من زاوية أو من وجهة نظر طبعا المنهج الفكري والانتماء الفكري الذي يتجسد في كتابي، وهو المنهج الفكر الماركسي. أتكلم بصورة مباشرة بهذه الطريقة بخلاف ندوات عامة التي يعني هذا يأتي بصورة غير مباشرة، فسيكون هنا بصورة مباشرة. فخليني إذن بالتالي أؤكد على يعني كيف يتميز التحليل الماركسي، وكما يتجلى في هذا الكتاب عن يعني أنواع أخرى من تحليل الأحداث نحن فيه. وقد بدأت من يعني مقولة أولية وبديهية لماركس، موجودة في ماركس، في كتابات ماركس وإنجلز منذ بداية تكون ما يسمى بالمادية التاريخية، يعني التحليل المادي للتاريخ، وهو يعني طبعا لن أنطلق من مبدأ أن كلهم يعرفون ما معنى هذه الكلمة، فسأفسر. فالتحليل المادي للتاريخ يعني تفسير للتاريخ بربط مجرى التاريخ بالتطور الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية التي تميز المجتمعات. يعني بهذا المعنى العام يختلف هذا الفهم للتاريخ عن مفاهيم للتاريخ تتوقف عند سطح الأحداث، عند دور الأفراد، عند مجرد سرد للأحداث، وكأن التاريخ يعني رواية اعتباطية بشكل ما، أو يفهم التاريخ كانعكاس لأفكار وليس أعمق من مجرد أفكار. فطبعا المنهج الماركسي المادية التاريخية لا تنفي دور مثلا الأفكار والإيديولوجيات في التاريخ، إنما الإيديولوجيات والأفكار نفسها تخضع لتحليل يبحث عن جذورها، عن الاجتماعية، عن ما تمثله من مصالح، أو عن طبيعة الرؤى الاجتماعية التي تعكسها والمصالح الاقتصادية التي تعكسها تلك الأفكار. هذا بوجه عام. فعندما نكون إذا ظاهرة كالانتفاضة العربية الكبرى، أو حراك الثوري العربي الذي بدأ كما تعلمون في ديسمبر 2010، انطلق من تونس، و يعني للتاريخ في مدينة سيدي بوزيد، عندما قضى محمد أبو عزيزي على نفسه يعني احتجاجا على بؤس ظروفه. فعندما ننظر إلى مثل هذه الحالة من وجهة نظر ماركسية، بالتالي لن نتوقف عند ما رأته وسائل الإعلام من ثورة ضد الاستبداد، وثورة ضد بن علي، وثورة ضد حسني مبارك، وكأن العملية تقتصر على هذا الجانب، بل سنبحث عن ما هو أعمق، ولابد من أن يكون هناك شيء أعمق من ذلك، لأن العملية اتخذت نطاق وبعد واسع جدا، وبدأت من بلد، بل من منطقة، بل من مدينة صغيرة نسبيا في الوسط التونسي، وامتدت لتشمل منطقة بأسرها كافة البلدان العربية.
فهذا يشير الى وجود بالتالي شيء اعمق بكثير من مجرد حادثه سياسيه او كما قد يحصل لو احيانا قتل انسان شخص اخر ممكن يصير في فوره اجتماعيه بما بحي او اي شيء. لا يعني واضح ان هناك عمليه اعمق بكثير جرت، وهذه العمليه بالتالي تدخل فعلا في نطاق يعني الثوره بالمعنى العميق للكلمه، لا بل يعني اذا نظرنا بالامتداد العربي من الواضح اننا في بدايه مرحله ثوريه او عصر ثوري، وساعود للتسميه بصوره ادق بعد قليل. فاذا مثل هذه الاحداث كان تحليل ماركس وانجلز وتحليل من اولويات كما قلت من بديهيات حتى الماديه التاريخيه ان ترى الثوره كنتاج لتناقض بين تطور القوى المنتجه وبين التركيبه الاجتماعيه، علاقات الانتاج، البنيه السياسيه، الدوله التي تحمي علاقات الانتاج المذكوره والتي تتناقض وتعيق تتناقض مع تطور القوى المنتجه وتعيق هذا التطور. فعندما هذا التناقض يصل الى مستوى عالي من الاحتداد تنفجر، يعني تخلق ظروف الانفجار الثوري التي تدشن مرحله من التحول الاجتماعي الذي ياخذ طابع ثوري بس ممكن ياخذ يعني اشكال مختلفه، الى وصولا الى يعني اما طبعا تكييف علاقات الانتاج والبنى السياسيه مع احتياجات تطور القوى المنتجه، او قد يحصل ذلك ايضا يعني انهيار المجتمعات المذكوره، لانه ليس من حتميه في الانتصارات او في التقدم التاريخي، بل يشهد التاريخ احيانا ردات كبيره وانهيارات كبيره. فالعمليه مفتوحه، لكن يبقى انه التناقض يعني بالتالي لابد ان ينفجر بشكل او باخر في وقت ما. فلو انطلقنا من هالمقوله وحاولنا نبحث هل ما جرى ويجري في المنطقه العربيه يتعلق بمثل هذا التفسير، فللبحث في ذلك علينا ان ننظر في موضوع يعني تطور القوى المنتجه على صعيد المنطقه، وهل هذا التطور معاق حسب المقوله النظريه يعني حكينا عنها، ولو وجدنا ذلك فنكون قد اكدنا يعني جزء من المقولة من المعادلة، ويكون علينا بعد ذلك أن نبحث ب يعني ما هي العوامل التي تعيق هذا التطور. فالكتاب ينطلق من بالتالي من هذا البحث يعني. وبالفعل يعني لو قرأتوا الكتاب ممكن تشوفوا يعني هذا شيء مثبت ببحث بالمعطيات والارقام والجداول والى اخره، وبناء ليس على ارقام سريه او اي شيء بل ارقام رسميه جدا، هي ارقام المؤسسات الدوليه حول المنطقه العربيه. نجد ان المنطقه العربيه مقارنه بكافه المناطق الاخرى في افريقيا واسيا، طبعا نقارن ما يمكن مقارنته، لان نقارن المنطقة العربية بأوروبا وضع مختلف تماما، بأمريكا الشمالية،
فمقارنة بسائر مناطق أفريقيا وآسيا نرى بوضوح أن المنطقة العربية تعاني ومنذ عشرات السنين من معدلات نمو اقتصادي أوطأ بشكل واضح، أكثر انخفاضا بشكل واضح من سائر المناطق، لا بل يعني معدلات نمو منخفضة جدا، بل كانت خلال حتى فترة السبعينات والثمانينات تكاد يعني بالمجمل على امتداد العقدين تبقى عند مستوى الصفر إن لم يكن حتى أدنى من الصفر، بمعنى لما طبعا مقارنة بالنمو السكاني، يعني هنا أقصد النمو الاقتصادي أو نمو ما يسمى بالنتاج المحلي، الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالفرد، يعني مقارنة بحجم السكان، فنرى بالفعل مراوحة في المكان إن لم يكن تراجع عبر عشرات السنين بسبب انخفاض معدلات التنمية. طيب، فكيف يؤدي ذلك إلى انفجار ثوري؟ يؤدي ذلك إلى انفجار ثوري من خلال النتائج الاجتماعية، يعني مش الاقتصاد بذاته بيفجر ثورة، بس الانفجار يولد حالة اجتماعية التي تؤدي إلى الانفجار. وهذه الحالة الاجتماعية واضحة جدا أيضا بتحليل المنطقة العربية. أعلى مستويات البطالة العالمية كانت في هذه المنطقة من العالم خلال عشرات السنين الأخيرة، يعني خلال 40 عام الأخيرة كانت المنطقة العربية تتميز بأعلى معدلات البطالة في العالم. وهذا هنا يعني لب المشكلة إذا جاز القول، أنه البطالة هاي اللي هي المرض أو المشكلة الأساسية التي تعاني منها مجتمعاتنا، هذه البطالة هي ناتجة عن انخفاض النمو الاقتصادي، يعني أمرين مرتبطين بشكل مباشر. لو هناك نمو اقتصادي قوي يستوعب اليد العاملة ولا تكون، وتكون البطالة منخفضة جدا. فبالتالي نرى هنا من الأساس أن المعطيات يعني الاقتصادية والاجتماعية تؤكد وجودنا في إطار المقولة النظرية الماركسية في تحليل الانفجارات الثورية الكبرى. طبعا مش أي حادثة، بس شغلة يعني عميقة جدا كالتي نحن إزاءها في المنطقة العربية. فيبقى السؤال عندئذ عن سبب أو ما هو الذي يعيق تلك التنمية. وهنا طبعا علينا أن نجد إجابة إلى يعني تفسر الانفجار في منطقتنا، يعني أي إجابات عامة كالرأسمالية. طيب الرأسمالية موجودة عالميا، مش موجودة بس عند العرب، فبالتالي مش ممكن يكون جواب هو جواب بهذه العمومية. لا بل حتى لو قلنا هذا النوع الجشع وفعلا المتوحش من الرأسمالية الذي أطلقت عليه تسمية النيوليبرالية، يعني هذا النمط من السياسات الاقتصادية الذي أطلقت عليه اسم أطلق عليه اسم النيوليبرالية، حتى هذا أيضا لا يميز المنطقة العربية عن غيرها، لأنه أيضا فرض على النطاق العالمي. يعني نحن دخلنا منذ 30 عام بعصر نيوليبرالي على أطلق عليه أيضا تعبير العولمة على النطاق العالمي. فلابد من فهم ما هو الخاص بالمنطقة الذي يؤدي أو الذي أدى إلى أن يكون الانفجار، إلى أن يشمل الانفجار كافة بلدان المنطقة. وفي الواقع ما فيش بلد عربي واحد تقريبا ما عدا
يعني دويلات من الصعب ان يطلق عليها اسم بلد، يعني زي قطر او الامارات المتحده، يلي يفترض بان فقط 15% من سكانها مواطنين وما عدا ذلك اجانب، يعني دويلات كرتونيه خالص من صنع الاستعمار البريطاني. يعني عدا ذلك ما فيش بلد من موريتانيا او المغرب، وصولا طبعا الى سوريا، العراق شهد تحركات مهمه، البحرين الى اخره، يعني من المحيط الى 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 الخليج كما كان او لا زال يقال، بس التعبير القومي المشهور، ما فيش بلد عربي واحد يعني لم يصب بشكل او باخر بالموجه، وان بدرجات مختلفه بالتاكيد. يعني لغايه الان هناك 6 بلدان عرفت انتفاضات على مستوى كبير، وهي تونس، مصر، اليمن، البحرين، ليبيا وسوريا. وهناك بلدان اخرى عرفت تحركات وحراك جماهيري على مستوى احيانا كبير وهام، لكن لم تصل بعد الى مستوى الانتفاضه. طيب ليه على صعيد المنطقه؟ هل هو مثلا فقط لانه لغه مشتركه؟ لا يكفي. العدوى الثوريه لا تنتقل باللغه اذا لم تكن هناك ظروف ثوريه. فهون السؤال، بالتالي ما هو المميز للمنطقه في تفسير هذا الانفجار؟ وهنا نجد ان التركيبه الاجتماعيه السياسيه في المنطقه العربيه لها سمات خاصه تميزها عن سائر بلدان العالم، وهي تبدأ أساسا من ما يمكن تسميته لعنة النفط علينا، لأنها لعنة، لأنها مصدر ثروة، بس مصدر ثروة للأقلية الضئيلة، ومصدر عذاب وتخلف ومشاكل كبرى للسواد الأعظم من الشعوب العربية. فالضفط وغيره من اشكال الريع تؤدي الى تركز مميز تماما على الصعيد العالمي في المنطقه العربيه لما يسمى بالدول الريعيه، يعني دول يعني تستمد قسم كبير من مواردها من ريوع من نوع شتى الانواع، بس بصوره خاصه مرتبطه بالنفط والبترول والغاز، و ترتبط بصيغ استبدادية شجعت الإمبريالية على استمرارها. ونلاحظ هنا الفرق بين تعامل الإمبريالية التاريخي حتى مع مناطق مختلفة من العالم وتعامله مع الدول النفطية، حيث تم الإبقاء على أنماط اجتماعية وسياسية غارقة في التخلف، بينما في بلدان اخرى مثلا اذا اخذنا البريطانيين حتى في مصر صدروا مؤسساتهم، طبعا صدروها لمصر قبل ما يكون في موضوع نفط. في الهند وغيرها كان في تصدير للمؤسسات السياسيه، لاحظوا ما فيش اي تصدير للمؤسسات السياسيه البريطانيه في المشايخ النفطيه، بل ابقاء على يعني انماط يعني غارقه في التخلف، لا تزال قبليه، يعني مش بس سابقه الرأسماليه، يعني انماط موجوده من فجر التاريخ عمليا. ف يعني تطور لدينا دول تتميز بتملك لعائلات حاكمه، وهذا ينطبق على الانظمه الملكيه كما ينطبق على الجمهوريات، والرأي العام لدينا ما بعرفش مين، بس انه مسألة شائعة اخترع تعبير الجملوكية للإشارة إلى هالخلط أو هالكون، انه سواء كنا في جمهوريات أو في ملكيات نجد عائلات مالكة وتملك للدولة. فهذا الواقع يؤدي إلى تطور نمط من الرأسمالية متميز جدا، رأسمالية قسم هام منها إن لم يكن القسم الأكبر بحسب البلدان، يعني
يراكم الثروة عبر علاقته بجهاز الدولة وبالحكم، وليس عن طريق حسب النظر حسب المفهوم النظري للرأسمالية، السوق وحرية السوق وإلى آخره. طبعا هذا مفهوم نظري لا يصح في أي مكان في الواقع، بس عندنا لا يصح أبدا. يعني عندنا المصالح الكبرى مرتبطة بالعلاقة بالدولة مباشرة، إن لم تكن أصلا من يعني أبناء الدولة نفسها، أبناء العائلة، أبناء النظام الحاكم. فهذا يؤدي أيضا مع عدم الاستقرار، مع الطابع الاستبدادي للأنظمة، مع إذا جملة من الأمور الأخرى لن ندخل بالتفاصيل، إلى أنه حتى يعني الرأسمال الخاص بشكل عام الذي لدينا يتوجه بقسمه الأعظم إلى توظيفات يعني تسعى عن الربح السريع، يتوجه بصورة أكبر إلى المضاربة العقارية وغيرها من أشكال المضاربة، التجارة، المشاريع السياحية، لكن يعني في إطار من البحث عن الربح السريع. ولذلك نرى أهمية نشاط البناء عندنا على حساب الصناعة وغيرها، وهذا البناء ليس تعبيرا عن ازدهار اقتصادي، بل تعبير عن هذا النمط من الرأسمال المميز للمنطقة. فعندما ننظر لكافة هذه الشروط نرى كيف أن النيوليبرالية التي هي تقوم على مبدأ الأولوية المطلقة للقطاع الخاص، وعلى القول بأن القطاع الخاص هو محرك، يجب أن يكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد. هذه النيوليبرالية تطبيقها في منطقتنا العربية منذ عصور الانفتاح، بدءا بالانفتاح السداتي، أدت إلى نتائج كارثية اقتصادية، لأنها أدت إلى تراجع الاستثمار العام بصورة حادة حسب الوصفات النيوليبرالية، وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره. كان هذا ينبغي أن يؤدي مع تحرير الاقتصاد كما قيل إلى تعويض عن ذلك بكثافة بالاستثمار الخاص، فنجد أن هذا لم يحصل أبدا. والمحصلة أن الاستثمار العام، يعني معدلات الاستثمار في المنطقة العربية، منخفضة جدا بالمقارنة مع مناطق أخرى في حتى في افريقيا واسيا كما ذكرت، وهذا مفتاح الازمه الاقتصاديه التي نعاني منها. معنى كل ذلك اننا ازاء ثوره اعمق بكثير من حسن مبارك وزين الدين زين العابدين بن علي او علي عبد الله صالح او حتى معمر الخزافي او بشار الاسد. نحن إزاء شيء أعمق بكثير، مشكلة أعمق بكثير، ومشكلة مزمنة. وهذا يعني أننا لسنا أمام ثورة ناجزة كما يحلل البعض، مثلا ثورة يعني من يتصور أن ثورة 25 يناير انتهت في 11 فبراير. لا، ثورة 25 يناير يعني 25 يناير بداية لما نسميه سيرورة ثورية طويلة الأمد، وهذه السيرورة قد تستغرق سنوات عديدة بل ربما عشرات السنين، ويجب أن نكون مهيئين لمثل بعد النظر هذا والنفس الطويل النضالي أيضا هذا، في فهم أننا أمام سيرورة طويلة الأمد لن تتوقف سوى بإيجاد حلول جذرية تقدمية تقوم على التغيير اجتماعي عميق وتغيير في طبيعة الدولة، تغيير عميق في طبيعة الدولة وبالتالي في السياسات الاقتصادية، بحيث يتم تخطي العقبة التي حالت دون تنمية، أو طبعا لو فشلت القوى التقدمية في أن تكون بمستوى هذا التحدي التاريخي، ف نواجه فعلا خطر ردة رجعية خطيرة قد تأخذ أشكال
شنيعة جدا على صعيد منطقتنا. فيجب أن نكون واعيين تماما للفرصة التاريخية العظيمة التي يشكلها الانفجار الثوري بدءا من ديسمبر 2010، وأن هذه الفرصة أمامنا، والتاريخ يعني مستقبل الانهزام طبعا طويل فيما يتعلق بهذه السيرورة، وأن هناك ما يكفي من شروط التفاؤل في هذا المجال لو نظرنا إلى طبيعة القوى التي تطفو على السطح، طفت أو ظهرت في إطار السيرورة هذه. إذا نظرنا إلى أهمية الحركة العمالية ودور الحركة العمالية الرائد في بالأخص في البلدين الطليعيين في السيرورة الثورية وهما تونس ومصر، إذا نظرنا إلى حجم وأهمية الحركة العمالية المنظمة في تونس، إذا نظرنا حتى إلى ظاهرة كالتصويت لحمدين صباحي في الدورة الأولى انتخابات الرئاسة في مصر، وهي تصويت معبر عن البحث عن شيء لا فلول ولا إخوان وعن حل تقدمي. فإذا نظرنا لكل هذه الأمور نفهم أن هناك فعلا معطيات تسمح بالتفاؤل، يعني شرط أن يكون طبعا التفاؤل إرادة، بمعنى أن يقترن بالنضال من أجل تحقيق الإمكانية التاريخية المتاحة. طيب، هذا يعني بوجه عام المنطلق، وأنا لازلت في المنطلق، منطلق الكتاب ومنطلق التحليل. وبناء على هذا المنطلق هناك تقييم للانتفاضات الستة التي حصلت حتى الآن، تقدير ما نتج عن هذه الانتفاضات حتى هذه اللحظة، حتى لحظة الانتهاء من تحرير الكتاب قبل أشهر قليلة، تقييم لذلك، تقييم لطبيعة السيرورة الثورية، وأيضا تفسير لأنماط المختلفة للانتفاضات، أيضا انطلاقا من التحليل الماركسي الذي يعني بخلاف الفكر السطحي جدا الذي يقول مثلا والله المصريين يعني عرفوا حافظوا على نضال سلمي، والسوريين أخطأوا في حمل السلاح، والليبيين أخطأوا في حمل السلاح. هذا فهم سطحي جدا وكأن الأمور يعني إرادات. لا، نفهم نحن أنها طبيعة المسار الثوري في كل بلد تحدده طبيعة الدولة، طبيعة جهاز الدولة، طبيعة التركيب الاجتماعي إلى آخره. فهناك فرق بين حالة كالحالة المصرية حيث هناك عمود فقري للدولة هو المؤسسة العسكرية، له استمرارية تاريخية وهو أهم من شخصية الحاكم، والحاكم أفرز من قبل المؤسسة، وتمكنت المؤسسة أن تتخلى عنه وتتنصل منه عندما أصبح محرجا. ففي الواقع 11 فبراير طبعا نتاج التحرك الشعبي العظيم، لكن انقلاب عسكري فنيا وتقنيا، ما حصل 11 فبراير انقلاب عسكري واستيلاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه على السلطه بكل شكل اشكال. الانقلاب العسكري بلاغ رقم واحد، بلاغ اثنين الى اخره. طيب، والفرق بين هذا وحاله بلدان كسوريا وليبيا حيث اعيد تركيب الدوله، جهاز الدوله وبالاخص الجهاز العسكري بشكل جذري من قبل العائلة المجموعة الحاكمة، بحيث صاغت جهاز يعني هو بمثابة الحرس الخاص للحكام، مرتبط بالعائلة الحاكمة بروابط الـ سواء حسب البلدان القبلية الطائفية
الجهوية إلى آخره، وطبعا الامتيازات المادية، وبحيث أنه في مثل تلك البلدان لم يكن بالإمكان أن يحصل سيناريو تونسي أو مصري وتتخلى الدولة عن رأس السلطة، بل رأينا الدولة يعني تتصدى وبعنف شديد للحراك الثوري، مما أدى وبشكل حتمي إلى الـ يعني الحرب الأهلية، وهي طبعا يعني نكاد ننسى أو يريدنا البعض أن ننسى أن تاريخ الثورات ليس ثورات سلمية، هناك بعض الثورات اتخذت أشكال سلمية، ولكن هي في الواقع تبدو استثناءات أكثر ما هي تبدو القاعدة، بينما العديد من الثورات، منها الثورات العظمى كالفرنسية أو الروسية أو غيرها، أدت بشكل بعد أشهر إلى حروب أهلية، وأحيانا حروب أهلية طاحنة، وهذا ما يجري في بعض بلدان المنطقة. طيب، فهذه إذا يعني بشكل ملخص بعض السمات الرئيسية للتحليل وكمدخل للنقاش، وأترك الآن المجال للنقاش، وشكرا.